نحكي عن أسبوع فلسطين بالجامعة الأمريكية ببيروت، وهو من تنظيم برنامج المنهج المشترك General Education Program مع مركز دراسات أرض فلسطين والنادي الثقافي الفلسطيني، اللي رح يصير من 4 ل 9 أدار، يعني بعد حوالي الأسبوع. وختام هيدا المهرجان اللي رح يصير ب9 أدار رح يكون مع كورال الفيحاء. كل التفاصيل مع ضيفي اللي هو المايسترو بركاف تسلاكيان. صباح الخير. صباح الخير لكم وللمشاهدين. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. يعني اليوم مايسترو، لما أول شيء لما منقول كورال الفيحاء، يعني مثل ما شفنا بالفيديو، منشوف هيدي العظمة، منشوف هيدي القوة، منشوف هيدا الجبروت، خليني أقول، على المسرح، يلي بيخلي أنه كل الناس الموجودة تقطع أنفاسها من جمالية يلي بدك تقدمه ب9 أدار، يعني تيمشي مع المشروع أو تيمشي مع المهرجان يلي هو له علاقة بفلسطين. شو هو البروغرام يلي حاطينه؟ عندنا برنامج خاص هالمرة مهداة للشعب الفلسطيني، لفلسطين. نعم. في عنا أغاني من تراث الفلسطيني، في عنا أغاني بتحكي عن فلسطين، منهم زهرة المدائن، منهم لبس الكفافي، في كثير هيك أغاني. أنا وشادي مثلا بتحكي عن 20 سنة لمرور نكبة. نعم. شادي مثلا مكتوب من قبل أخوين رحباني سنة 68 لمرور 20 سنة من النكبة. حيكون عندنا برنامج، حتى حيكون في أغاني فرح كمان. الهدف منا إنه شو ما عملوا فينا مفروض يكون الحياة عم بيستمر. نعم. عم ضلنا نغني، يعني حيكون أشياء كتير جديدة. طيب قد ايه لكم عم تشتغلوا، يعني قد ايه لكم عم بتحضروا كرمال هيدي الليلة اللي رح تصير ب9 أدار؟ نحن بصراحة ما منحضر لحفلة، عنا برنامج كتير كبير. حسب الحفلة، حسب المناسبة، مننقي البرنامج. أوكي. يعني نحن على طول حاضرين، يعني أي مناسبة، أي هيك ما في شك أبدا. هيك ما في شك أبدا. طيب اليوم هل رح يكون في مشاركة من فنانين، أو رح يكون الكورال مثل ما هو الكورال يلي معودين عليه بكل المناسبات بدون أي إضافات؟ لا، ما عندنا ضيوف هالمرة، بس الكورال لوحده أصلا برنامج كتير مختلف. نعم. أنماط مختلفة من الأغاني، من الألوان. نعم. والطريقة اللي نحن منقدمها، تعرفي، جديدة بالبلدان العربية بطريقة الأكابيلا. يعني نحن منقول على طول أنه نحن هدفين، الفنان بس يطلع على المسرح عنده هدفين. أول هدف لازم يطرب الجمهور، هيدا أساسي، لأنه الموسيقى معمول للكل. لازم اللي بيفهم واللي ما بيفهم لازم يستلز. نعم. ينبسط، ينطرب. في هدف تاني كمان، لازم شوي صغير يبهر الجمهور، لازم يكون في شيء مميز عم بيعمله حتى يقدر شوي صغير ينبهر. وبطبيعة الحال ما حنستعمل ميكروفونات، ما حنستعمل آلات موسيقية. نعم. وطريقتنا يعني مميزة أصلاً. يعني بهيدي الطريقة أنت رح تبهر الجمهور، أو معقول يكون في مثل مفاجآت كمان زيادة تركها لليلة، لليلة التسعة؟ في مفاجآت ما حأحكي عنها هلأ، إذا حكيت ببطل المفاجأة. مظبوط. يعني أصلاً الكورال هو على طول عم بيتطور. نعم. تعرف ما فيش كمال بالفن. قبل شوي ذكرتي العظامة، أنا ما بعتبر أنه في عظامة بالفن. الفن على طول هو تحت وما في له قمة، يعني ما في كمال بالفن، معناتها ما في عظامة. حنحاول نعمل كل جهدنا، والكورال عم بيتطور. يعني كورال بهالسنة الماضي شارك بأعظم مهرجان بيصير بالعالم كورالي، اللي بينظمها الانترناشنال فيدريشن فور كورال ميوزك. من أصل 72 كورال نقوا 10 كورالات من العالم كله، وضمنهم كان كورال الفيحاء، واستحقناه لقدرنا رحنا مثلنا بلدان العربية، اللي حصل باسطنبول بتركيا. نعم. وبطبيعة الحال بس يكون في حفلات كتير، كورال بيتطور أكتر على طول. اللي بيجي بيحضرنا إذا رجع حضر، حتى لو نفس الأغاني مرات، حيلاقيها بطريقة أحسن عم يتقدم، وعلى طول حيضل هيدا الشيء موجود. وهيدا يلي بيميزكم مايسترو، يعني المعروف عن كورال الفيحاء قد ايه هو بيتجدد، قد ايه في تنوع، قد ايه في جماليه بكل شيء بيقدمه. قد ايه مهم، قد ايه عنالك انه اختاروا كورال الفيحاء لا تكونوا ضمن هيدا الاسبوع المخصص كتحيه لفلسطين؟ بصراحه انت كلبناني، نحن مع القضيه الفلسطينيه بامتياز. انا كاصل ارمني
نحن شعب نفهم كثير المعاناة الفلسطينية. نعم. يعني نحن شعب مهجرين كمان. أهلي مثلا مش خلقانين بلبنان، إجوا سنة 38 على لبنان. نعم. أهلي. وأنا شخصيا بيعني لي كثير قضية الفلسطينية، يعني ما بعرف مثل قضية الأرمنية محافظ عليه نفس الطريقة بيعني لي قضية الفلسطينية. وعندي أمل، عندي أمل أنه قريبا نحن لازم نكون بالقدس عم نغني. هيدا مش هيك أحلام فقط اللي عم نشوفه، اللي عم نحسبه، اللي إذا واحد بيجي بيدرس بشكل عام بيطلع من بعيد ما بيفوت بزواريب السياسة وهالأمور بيلاقي أنه قربت الوقت نحن نروح نغني بالقدس زهرة المدائن. 100%. طيب كمان في شغلة أنه بيروح ريع هيدا الحفل لا دعم صندوق غسان أبو ستة، دكتور غسان أبو ستة، لا معالجة الأطفال يلي هن ضحايا الحرب على غزة. كمان يعني اليوم المشاركة مهمة، لأنه مش بس رح نعيش ليلة من العمر معكم، ولكن أيضا بطريقة غير مباشرة نحن عم ندعم أطفال غزة، عم ندعم هالأطفال يلي عم بعانوا، يلي ما قالون زنب، يلي هن أبرياء ولكن حكمت عليهم الظروف، حكم عليهم وضعهم أنه هن يخلقوا بهالبقعة من الأرض يلي إلها تعاني من سنوات وسنوات. كمان هيدي نقطة إيجابية تحسب لكم، تحسب لكل الأشخاص يلي مشاركين بهيدا الأسبوع. إيه، أنا بتمنى كل الناس يجوا أول شيء يدعموا أولاد فلسطين، وبنفس الوقت يستفيدوا، يستلذوا بالموسيقى، بالأغاني اللي نحن عم نغني. نعم. يعني أنا هيدا أمر بعتقد مهم جدا، مثل ما المقاطعة كتير مهم، كل شيء بضائع بيخدم الكيان الصهيوني كيف منقطعون، بنفس الوقت لازم نشجع أشياء الوطنية وأشياء المحلية. صحيح. يعني ما بيكفي بس ما نشتري بيبسي هالأمور، بنشجع أشياء الوطنية بنفس الوقت أشياء ثقافية كتير مهم. مثلا عم بحضر أنا رغم كل شيء عم بيصير بغزة، بتلاقي الأولاد عم بيغنوا عم بيرقصوا، إنه بعدهم هيدا شيء كتير مهم. الثقافة بعد عندهم الأمل. طبعاً بعد عندهم الأمل لبكرة أحلى. السلاح كتير مهم حتى يحافظوا على قوميتهم، حتى يضلوا مستمرين. المثل الأكبر هو الشعب الأرمني، وين ما كان ما نسي لغته، ما نسي ثقافته، بطبيعة الحال ما حتموت القضية. يعني هيدا القضية حينتقل من جيل لجيل. ممنوع الاستسلام، ممنوع الاستسلام. مايسترو، أي ساعة رح تكون الحفلة وقديم مدتها؟ حفلة حتكون ساعة 8 يوم السبت 9 الشهر. مدتها وبرنامج الحفلة حتكون حسب ردة فعل الجمهور بصراحة. أوكي. من ساعة ساعة ونص حسب قديش بيقدروا يتلقوا. مثل ما قلت نحن عنا برنامج كبير، البرنامج بيتحدد على المسرح حسب ردة فعل الجمهور. لا هلا إذا بدك تتكل على الجمهور يا مايسترو، يعني أنت رح تبقى للصبح، أنت بتعرف، أنت أدرى يعني. نحن ما عندنا مشكلة، نحن عندنا برنامج 5 ساعات من دون توقف فينا نغني، طالما منحب نغني ما منتعب على المسرح، ما منتعب، بس شوف الجمهور مستلزين بتبلش الأغاني الثقيلة. هالمرة حيكون في عندنا أغاني جديدة، خاصة أغاني لمارسيل خليفة. نعم نعم. طيب وبعد شغلة، وين رح يصير الحفل تحديدا؟ بالجامعة الأمريكية بالأسامبلي هول. أوكي. 9 الشهر ساعة 8 عشية بالليل. شكرا كثير لك مايسترو. شكرا. بتمنى الكل يكونوا يدعموا اولاد فلسطين. نعم. وبدي اقول انه كمان التيكيتات موجوده بمكتبه انطوان لكل الاشخاص يلي حابين انهم يكونوا معكم ويرافقوكم بهيدي الليله. شكرا كثير لك مايسترو. انا كمان بدي زيد واقول انه بالاضافه لهيدي الحفل طبعا في العديد من المحاضرات واللقاءات والحوارات والنشاطات الثقافيه لدعم فلسطين ونشر المعرفه حول تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته. هيدا الشيء اذا من 4 ل 9 اذار بالجامعه الامريكيه.